مرحبا بكم في دروس القرآن، استمتعوا بدروس القرآن المميزة معنا، دروس التدبر وفهم كلام الله تعالى. وهنا سؤال أحبتي في الله، ما الفرق بين قوله تعالى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، وبين قوله تعالى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين؟ ولماذا جاء اسم الموصول الذي المعرف بأل هنا في هذه الآية، واسم الموصول ما الملحق بالمعارف هنا في هذه الآية الأخرى؟ وما الفرق بين اسم الموصول الذي المعرف بأل واسم الموصول ما الملحق بالمعارف؟ ولماذا ختمت هذه الآية بقوله تعالى ما لك من الله من ولي ولا نصير، وختمت هذه بقوله إنك إذا لمن الظالمين؟ قبل الإجابة أرجو دعم القناة بالاشتراك لتصلكم الفيديوهات كل يوم بإذن الله وشكرا. الجواب إخوة الإيمان هو أن سياق هذه الآية يختلف عن الآية الأخرى. سياق هذه الآية يتناول أصل ملة الإسلام وبطلان ملة اليهود وملة النصارى بعد النسخ، لهذا جاء التحذير من اتباع أهوائهم بأشد العبارة في هذه الآية، وهي قوله تعالى ما لك من الله من ولي ولا نصير. وسياق الآية الأخرى يتناول الحديث عن إبطال قبلة اليهود والنصارى، لأنها مسبوقة ببيان ذلك ابتداء من قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فالتحذير في الآية الأولى تحذير من اتباع ملة اليهود والنصارى، لهذا جاء بتحذير شديد اللهجة ما لك من الله من ولي ولا نصير. التحذير في الآية الثانية تحذير من اتباع أهوائهم في أمر القبلة، لهذا قال ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. فالتحذير في الآية الأولى له أهمية كبرى أكثر من التحذير في الآية الثانية للأسباب التي ذكرتها. لماذا ورد اسم الموصول الذي المعرف بأل في هذه الآية، وفي الآية الثانية جاء باسم الموصول ما؟ والفرق بين اسم الموصول الذي واسم الموصول ما هو أن الذي معرف بأل والثاني ملحق بالمعارف. لماذا ورد اسم الموصول الذي هنا وورد اسم الموصول ما الملحق بالمعارف هنا؟ الجواب هذه الآية جاءت بعد هذه الآية في سورة واحدة وهي سورة البقرة، وليس بينهما مسافة بعيدة. فالعلم الذي ذكر هنا في قوله تعالى من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين في هذه الآية الثانية جزء من عموم العلم الذي جاء في إبطال ملة اليهود والنصارى بأسرها، وتدل من الابتدائية في قوله تعالى من بعد ما جاءك على أن هذا العلم الذي ذكر في هذه الآية جزء من العلم الذي ذكر في هذه الآية الأولى. وإن أعجبكم الفيديو أرجو دعم القناة بالاشتراك لتصلكم الفيديوهات كل يوم بإذن الله تعالى، وإلى الغد إن شاء الله مع الآية الموالية.